السلام عليكم، معكم فاطمة الزهراء الإبراهيمي المعروفة بسنبولة. كنتمنى لكم رمضان مبارك، دخل لكم بصحيحة والسلام إن شاء الله. غتشوفوني ضيفة خفيفة على قلوبكم هذا رمضان، غنطلع لكم من خلال برنامج جمال كوميدي كلوب اللي كنعرفوا بلي برنامج كيهتم وكيدعم الشباب اللي تيديروا الفكاهة. دونك غتشوفوا حلقة زوينة بزاف وغتضحكوا على بزاف ديال السكتش. اي فوالا، جيسبيغ تعجبكم الحلقة. باي باي. السلام عليكم، معكم ابراهيم بن موسى كوميدي. ان شاء الله السكيتش ديالي وغادي نحاول ندخل في العمق ديال المغاربه، غنلعب ديك العلاقات اللي كتكون ما بين الراجل والمراه، الدري والدريه، حيت انا كنبغي نحاول نلعب داك الشيء اللي كيوقع في الواقع، حيت المغاربه كيعجبهم لا توشيتيهم في شي حاجه. زعما اختاريت واو بصراحه نقول ديك الهضره اللي كيقولها كلشي، خاصها تقولها الوالده ديالي ملي كيجيبها كنضحكنا. لا بصراحه انا كنكتشفها من الصغر، بحال دابا انا بحال هكا الوليد الله يرحمه كان كيجيب السيديات ديال مثلا الفنانه كبار سعيد ناصري، جمال دبوزنيت، خياري، كنا كنتفرج فيهم وكنت اسبيرو. بعد ماش كنبدا نقلدهم، كنبدا نعاود مالين الدار داك الشيء، كنبقى نعيب مثلا في ناس، كنقلد ناس هكا كتحس براسك راك. وكانت واحد التجربه اخرى ملي كنت صغير في المسرح المدرسي، ومن تما قلت ننطلقوا. وكنت باقي صغير شاركت برنامج كوميديا، مشيت لي صغير وما دست، والحمد لله من بعد لعبنا في ميراجانات وفقني الله ومشيت للستاند اب، وكان واحد المرور جميل. شحال هذيك كان كيعجبني سعيد ناصري ملي كنت صغير، حنا الفضيلي التشخيص ديالها. دابا عاوتاني اتجهنا شويه ولينا كنشوفوا كيفن هارت، كيفن هارت مثلا، قد المالح، الدبوز. صراحه هذوك كنتفرج فيهم وكنحاول نتانسبيرا منهم. كيتكلم على العلاقات المغربيه، بحال دابا العلاقه ما بين الدري والدريه، الرجل ومرته، كنعرف غيكونوا فيه شي لعيبات تكتشفوا ما بغيناش نحرقوهم. الدري تريح، الدريه راك عارف شويه الحنان، الدري كتقولها بجد الدري، البنت ودوك العلاقات اللي كيكونوا بيناتهم. ونتمناو ان شاء الله يكون مزيان ويعجب الناس. لا ناري العذاب والله ما تنحمل نتفرج في راسي، عرفتي بحال ملي كتصنى شي فوكال صوتك ما تتحملوش تسكتو، هذه راه صوت وصوره، تتشوف راسك وتتسمع راسك ما كتقدرش. وبعض المرات سبحان الله العظيم ملي كيدوزوك كتحس بنفس الاحساس ديال ملي كتبغي تطلع، كتحس بواحد ستريس، انت راك يلا انت راه مصور وعارف داكشي كيفاش داز، وملي كيدوز في التلفازه تعاود تخلع. انا ما كنتفرج في راسي، كنخرج حتى من بعد كنعاود نشوف داكشي في رمضان ان شاء الله بحال اي انسان. لا لا بلا بالعكس، ماشي انا كنحاول نتانسبيرا، كنحاول نشوف الناس فهمتي كيفاش كيتصرفوا. كنخلي انا ما كنهضرش بزاف في الحياه الواقعيه، قليل ملي كنت في المدرسه هي الشغاب وداكشي كنا كنهضروا، ولكن دابا صراحه واش كنسكت كنخلي الاخر يهضر باش نحاول نتانسبيرا منه ونجبد منه اللعب. كاين جمال كوميدي كلوب ان شاء الله اللي غدوز في لا نهائي، انا سولو ما مع راسي، بغيت نتخاسم، بغيت نحبس مع راسي، خصوصا الفلوس فهمتي بوحدي كلشي راسك. لا والو. كان فيلم، كان شفت فيلم ديال راجل المراه مع البسطاوي، الحمد لله عجب، واخا كان واحد الدور صغير ولكن كان مهم، راه لا تفرجوا فيه، كان واحد الدور مهم وعجب الناس. وكانت واحد السيت كوم وخيلا غيدوز ان شاء الله عاد رمضان مع الخياري ودنيا سكينة درابي ان شاء الله. برافو عليك الله يحفظك، الله يطول عمرك، الله يبارك فيك. وكنتمناوكم زعما كنتمناوهم يتقبلونا ونعجبوهم، حنا راه ضربنا واحد شويه التماره، خصوصا ان الجمهور المغربي راه طلع النيفو لا في الضحك لا في الذكاء، بنادم ولا شويه كيفهم، يعني كنتمناو نعجبوهم وما نطيحوش عاوتاني في ذاك الكلامار ديال صافي صافي. انا ما عنديش، بعض المرات الحموضه راه كتضحك، الا كثرتي منها راه كتولي كاك. حمد الله وشاكرك.